حلوه جدا جدا، ما وجدت لي مبنى لي كشري، ودي اكلتي المفضله على الاطلاق. وبرسلوا يا زومي بتصالحوا بكشري؟ قلت له يا زومي عامله كشري بايديا. الحق جوزك يا اسماعيل بيه. وميه بقى الحقيقه اللي هي مراته هي اللي واقفه بتسلس علينا عشان تعرفوا بس انه ايه. سلام قرمشة، ودي بحبها جدا جدا يعني، فدي اكلتي المفضله وانا في اسعد. وصدفه والله صدفه يعني، هو الموضوع ان مرات احمد رزق كانت عايزه كشري، فعديت على مرات احمد رزق اديتها كشري، قلت طب وزومي مثلا ما نجيبلوش مثلا ده المسلسل لسه ما بريتش مثلا. يا جماعه جماعه مي واخده الموضوع على صدرها قوي. مية واخدة الموضوع على صدرها قوي يا مرنا. يعني اعمل ايه؟ تعالي عملت لنا مشاكل.